صباح الخير والنور والسرور، يا صباح الخير والنور والسرور، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. واضح الوجه مثقل صح؟ الله وكيلك 8 ساعات نوم على كيف كيفك. المهم دوبنا صحينا ذي الحين، نزلنا من الفندق بقدرة قادر، صحيت من النوم لقيت رشدان جاء عندنا. الله يحييه، رهيب الحياة. فبنروح نفطر ونعيم من الله خير، نتقهوى وبعدها ان شاء الله يبدا جدولنا، يبدا برنامجنا، وان شاء الله يعجبكم اليوم. في امان الله. ايش نعمه يا حمدان؟ ايش نعمه يا حمدان؟ ايش نعمه؟ ايش نعمه يا حمدان؟ وخلصنا فطورنا، ابشركم نحمد الله ونشكره على ذيك النعمه. ايش شكشوكه وايش مقلقل وايش فول. نعمه يا ربي لك الحمد، الله يديم النعمه يحفظها من الزواج. اموت في صوته المبحوح، لقلي لبيك تلين، والخد برق سرى لبوح، وش ذا الحال الله يطعني، وش ذا الحال الله يطعني. افلح من ذكر الله وصلى على النبي، يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا في قلعة فارس من فرسان زهران، الفارس بخروش بن علاس القرشي الزهراني. قبل ما نوريكم المكان، قبل ما نوريكم الحصن والقلعة حقته، خلونا نعرفكم، نعطيكم نبذة بسيطة عن بخروش. الشيخ بخروش بن علاس القرشي الزهراني أحد قادة الدولة السعودية الأولى، ولد في عام 1170 للهجرة وتوفي في عام 1230 للهجرة. طبعا الشيخ بخروش رحمة الله عليه قتل واجتز رأسه على يد قوات محمد علي باشا الوالي العثماني في مصر آنذاك. طبعا يوم قوات محمد علي باشا العثمانية يوم قتلت الشيخ بخروش، قتلته في القنفذة وقطعت رأسه وذهبت برأسه إلين تركيا فرحة وانتصار، يعني انه يا لله حققنا شيء عظيم. ليش حققوا شيء عظيم؟ لان بخروش بن علاس اتعبهم وافحمهم وجندلهم، على قولتهم جندلهم وعثى فيهم وطغى فيهم، وكله كان يدافع عن بلاده وعن احوال العباد اللي كان مسؤول عليهم. طبعا الكلام عن الشيخ بخروش رحمه الله عليه يطول، كلام طويل جدا والله، يحتاج إلى دواوين، يحتاج إلى مجلدات وكتب، وموجودة الحمد لله. ولكن كان مضرب في الشجاعة، كان مضرب في الكرم، كان ما يهاب. موت أهلا بالموت، قتال أهلا بالقتال. في أحد المؤرخين الأجانب اللي كانوا مع قوات محمد علي باشا يوم جوي يقاتلون بخروش في القنفذة، المؤرخ هذا تدرون وش قال؟ لم تشهد العرب أشجع من بخروش في زمانه. أكثر شخص وقف في وجه القوات العثمانية بخروش، أكثر من أتعبهم بخروش، أكثر من جندل قواتهم ومزق جثثهم بخروش. اكتبوا بخروش بن علاس الزهراني واستمتعوا بالملاحم والبطولات اللي أرخها وسطرها بحد سيفه. وأعيد وأكرر، كان أحد قادة الدولة السعودية الأولى. ما بطل عليكم في الحديث، نصور لكم القلعة حقته، وبإذن الله أن هذه التغطية تنال على إعجابكم. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ترى ما اشوف يا عيال. هذا السفل. تعرف ايش يعني السفل؟ المكان اللي يجمع اللي يحطون فيها البقر الله يكرمكم. هذا المربط حقها. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في باب صغير هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم. الفتحات الثلاثة هذه 1 2 3 والعلم عند الله انها مخارج للبنادق. اي جندي عثماني يجي مع السيب هذا ينتف بالبندق. الله تبارك الله يا ذا الخوخ. ذا الشجرة لقيناها مثمرة. صلاتي على النبي. ان شاء الله تبارك الله. لكن ما نقدر ناخذ منها. حرام يا اخي ما يجوز. والله لا كان حبة واحدة. حرام. الله يبارك لك يا راعيها. الله يبارك لك. لكن قطفها يا ابي قطفها. قطفها انت اكلتها عصافير. يا برد الماء يا برد الماء برداه. يو بارد يا ولد شي خصون. يا برد الماء يا برد الماء برداه. يو بارد يا ولد شي خصون. يا برد الماء يا برد الماء برداه. يو بارد يا ولد شي خصون. يا برد الماء بعد مسافة. بعد مسافة يمكن والله قطعنا يمكن نص ساعة نمشي. يوم وصلنا طريق مسدود وان الله يسخر لنا ذاك القحط. سلام يا عم كيف الحال طيبين. يا اخي وين هي عين جمل تياي وين هنا؟ لا يا مسلم عين جمل هنا كاية وانت هنا. انت في عقلك انت؟ طلبنا حلال شو اسوي؟
قها عود 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 دربك يا الشياطين، ان الله يعثرهم مسرع ذولا كلها منهم ان الله بين يديه. هاي تبغى لنا نص ساعه ثانيه عشان نصل لنا الجيب، ورجلي كلها طحالب ويا حياه بقعة صدق مش قاعد والله. لقينا مكان الجلسه حقتنا يا عيال، هذه هي ابن نقعد نفرش فرشتنا هنايه جنب الغدير. يا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، المويه يا رجال انظف من مستقبلي، اللهم صل عليك يا رسول الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. حطها حطها هنا، قربها قربها من الماء، قربها 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 هنا. ايوه، وان كان ودك تحش بها هناك تحت في الظله، حش بها في الظله. ايوه بس يا سلام، ها خلها هنا اهي والغدير جنبنا. اعوذ بالله من الشيطان. وش رايكم في واحد يا اخوان معه عزبه صحون وقدور شاهي ومن العلب هذه ومن كل شيء، يوم فرشنا الفرشه في ذاك الوادي اللي يهني بلهنا، وادي يا رجال اشهد لا اله الا الله، ونفتح العزبه علبه الشاهي ما فيها شاي، علبه القهوه ما فيها قهوه، القدر بدون غطاء، اسطوانه غز حق الغز الله يغزك انت يا اسطوانة القز هذا الدافور فاضية يا حياة الجنة، الله يعطيكم العافية صدقي. المهم قلنا هيا ما عاد في وقت، الساعة 3:30 الحين، خلوها لين بكرة ونسرح لها من بدري إن شاء الله. وبس أعطونا علومكم إن شاء الله أخبار، هل في فعاليات مهرجانات في الباحة؟ مهرجان في المندق أو في الطاولة ولا في أي مهرجان يعني فعاليات وكذا؟ هذه مشكلة قديمة في السناب والله. كتبت آخر مرة كتبت سعيد الزهراني في الرياض قبل يمكن 9 شهور، وفي بعض الناس إلى الآن ما تغيرت مع إني غيرتها من أول ما نزلت من الرياض، خليتها سعيد الزهراني بس ما أدري شو المشكلة يا أخي والله، إني كيف أقول بقى. ده الحين المشمش والخوخ ما هم عيال عم، ورب كعب إنهم عيال عم، وإنهم كلهم يجي من شجرة واحدة. خلاص لا جاء معك مجال تمشي معها مش، لا تقعد تدقق على الصغيره والكبيره بتنشب، الله ينشب من انشبنا. امطرت يا اخوان امطرت، ولا برد برد والله برد، شوفوه شوفوه حبات برد ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول الدعاء لحظة نزول المطر مستجاب ان شاء الله، ما شاء الله العظيم رب العرش الكريم، انه يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وانه يفرج همنا ويقضي ديننا ويجبر بقلوبنا وبخطرنا، الله العظيم بكل اسم هو له ان يرحمنا برحمته، والله يعز ولاة امرنا، والله يطول في اعمارهم، والله يجعلهم ذخرا لنا ان شاء الله، والله يديمهم ويعزهم ولا يعز عليهم. ادعوا 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 في الاجواء هذه، والله انها اجواء ان ترد الروح. لا اله الا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمطار وبرد شيء يرد الروح. يا الله يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. رجعت البيت الساعة 4 الفندق، الساعة 4 العصر. خدت لي غفوة لين الساعة 7، دوبي صحيت الحين. طيب الحين وين بنروح؟ دبابي أول ما وصلت الباحة حطيته عند رجال يصلح فيه بعض الأشياء. حلو؟ حلو؟ حلو. طيب أبى أصور لكم الدباب بعد شوية. اللي يطلع لي وش اللي اختلف في الدباب؟ هاي علقوا علقوا شوي بنروح. مع السلامة. طيب الدباب الحين يعني باقي له تقريبا شغلتين حق ابو ساعة. الرجال اللي صلح الدباب ما عنده الاغراض عشان يسوي الشغلتين هذه، فبنروح محل هنا في الباحة حق ابو ساعة، ساعة ونص بالكثير. شوفوا الدباب. لا 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 خلاص، لا 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 خلاص، لا تشوفون. نصلح القطعتين هذه بسرعة عشان تبان الفروقات والملاحظات. ندقه بغسلة محترمة كذي وننزل لكم مقطع 10 ثواني وصورتين، وبإذن الله بإذن الله أنكم تلاحظون الفرق بإذن الله. هاي أدعناكم الله. قسما برب العزة إنه سمك، سمك والله وربك أعبلني صادق، ولكن أنا تعبت والله العظيم تعبت. ما خليت تقني إلا وكلمته، ما خليت مختص إلا كلمته. يا ناس أنا إذا صورت المقاطع والمناظر هذه بالذات المناظر أصورها بكاميرا الجوال. ليش؟ لأن كاميرا الجوال تصور HD إلى 4K، التصوير يطلع قمة في الوضوح، لكن يوم نزله في السناب يشوش. طيب الحسابات هذه اللي مختصة في الطبيعة ومختصة في الكلام هذا، كيف تنزل السنابات بالوضوح هذه؟ ليش أنا ما يجي معي؟ قالوا الشبكة حقتك، الشبكة 5G ماشي أحسن منها. قالوا التصوير خله 1080 با، سويت ما في فايدة، والله ما في فايدة. فاللي عنده اللي عنده معلومات لا يقصر معي عشان نطلع لكم بحاجة تبيض وجهي قدامكم إن شاء الله. أفلح من ذكر الله وصلى على النبي. قبل ما أوريكم أي حاجة قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن، العين حق وتطلع من الإنسان ترى من غير قصد، فاذكروا والله قولوا لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. طيب سعيد حنش وش سويت في الدباب؟ هذا الدباب، هذا الدباب أول حاجة نزلتها المسافة هذه اللي هنا. نزلت الدباب مرة، خليت الدباب طايح في الأرض. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، هنا ركبتها. شوفوها هذه التنزيلات اللي يقولون عليها، تنزيله تعطي الدباب شكل وفخامه ورساوه. الكلمات هذه اللي على الكفر تعطي جماليه للدباب، واقف وماشي تخلي شكله رهيب. الحاجه الثانيه هذه الحديده، هذه تبان من الجهه الثانيه، هذه يسمونها الشوكه. هذه لحالها قيمتها 3500 جديد. وش الفائدة منها؟ تطول الدباب بحيث ان الكفر اللي وراء يرجع وراء شوية. شوفوا قديش المسافة بين اللوحة والكفر، مرة مرة شكل الدباب طالع تحفة. اللهم صلي عليك يا رسول الله. وباقي ما خلصت شغلي فيه. الكفر الخلفي برضو كتبنا عليه كتابات،
تعطي الدباب شكل يعني. و يمكن انتم تشوفونها يعني الشغل اللي انا سويته بسيط، لكن والله ما هو بسيط لا ماديا ولا وقتيا. اخذ وقت تقريبا، اخذ 3 ايام هذا الدباب ما شاء الله تبارك الله. باخذ له كم صوره بالحين واذكر والله. وبس والله حبيت اوريكم واشارككم يعني الشيء اللي انا مره والله العظيم فيني فرحه ما حد يقدر يوصفها ويشرحها والله. الله يبارك لي في الدباب وبنزل لكم الصور واستمتعوا. طيب بخصوص الناس اللي تسأل عن جلسة العمل هذه اللي أنا مصورها قبل شوي، هذه يطوينا الأعمار والسلامة إن شاء الله في حاجة أنا مقبلون عليها بإذن الله، وإن شاء الله إنها يعني هن يا الله إن شاء الله يا ربي بإذن الله إن شاء الله خلال 6 أشهر الجاية هذه نشتغل عليها لين نتأكد هم حاجة يعني بتكسر السوشيال ميديا. ما حد شيء هذا شيء ما حد يتسواه قبلنا بإذن الله إنها يعني تقر إن شاء الله. هذا الموضوع الأول. شوفوا الموضوع الثاني بعد السناب هذه. الموضوع الثاني يا طويل الأعمار والسلامة، إن شاء الله بكرة عندي حفل تكريم من جمعية إكرام للمسنين. الجمعية هذه أنا غطيتها قبل يجي يمكن شهر، تذكرون هذيك اللي سوينا فيها فعاليات سموني سفير جمعية الإكرام. هذه جمعية أنا سفيرها، أنا يا سعيد حاج الزهراني أنا سفير ولا برم. الحمد لله على توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومسوي لي درع ومرسل لي دعوة خاصة بنزلها إن شاء الله بعد السنابات هذه. هذا الموضوع الثاني. تابعوا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث وهو الأهم بالنسبة لي أنا، يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الخميس الصباح يعني بعد بكرة الساعة 7-8 الصباح أبتحرك بالدباب إلى أبها. ليش؟ موضوع طال انتظاره بالنسبة لي أنا يا سعيد هاش، موضوع طال انتظاره من زمان، جاء الوقت إنه يصير وجاء الوقت إن نعلمكم عنه بإذن الله. يوم الجمعة بتشوفون سنابات عمركم ولا 1% بتتوقعونها. إن شاء الله بإذن الله إنها تتم بإذن الله، إن يعني إن ربي يوفقني في هذا الشيء اللي أنا طال انتظاري فيه. بتتفاجئون علي الطلاق طلاق من ظهر الدباب لتنصدمون. اصلا بتشوفون السنابات حقتي يوم الجمعه يا شك بطني يا ويله كذا يا لله كذا كلكم اللي تشوفوني دحين يوم الجمعه السنابات حقتي كلكم بتاخذون وضعيه يا لله ما الذي خلاص. هذا الموضوع الثالث. شوفوا الموضوع الرابع. الموضوع الرابع يا طويل الاعمار والسلامه بخصوص البثوث. انا دحين يجي لي دحين 3 أيام 4 أيام ما فتحت بث، ما هو والله العظيم ما هو يعني اني انا كذي اتلسلس ولا، لكن والله العظيم ما عندي وقت صدق. من يوم جيت الباحة وانا والله ما عندي وقت. انا من الصباح من الساعة 7 ولا من الساعة 8 اصحى في الوديان وفي الشعايب ذيكاي وحياة الجن وبقعة اقعد اسير لين تنقطع نسمتي ها، ولا زيد اعود الفندق الا اذان المغرب الى منها غربت الشمس. ارجع الفندق والله ورب محمد ما عاد ابغى من الدنيا شيء. فيني كميه تعب، فيني كميه ارهاق ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى. ولكن بكره ان شاء الله اتفقت مع الشباب انا هني في رشدان وقوطان
بإذن الله بكرة نطلع الصباح بدري الساعة 8:30 9 نطلع للوادي اللي صورته لكم اليوم الظهر. جلسة حلوة، جلسة مرتبة إن شاء الله، وبنفتح لكم بث من جنب الغدير الذكاي اللي يهني بالهنا، نفتح لكم بث ساعتين 3 ساعات إلى 4 ساعات نعوض على أيام تياكال اللي فلحت. وعد بالله من الشيطان وكل ما ترد ملحوق، ها والله يا طلعت إلى الباحة ورب البيت، إنها عشان ما هلا يعني تشوفون حاجة يعني تنبسطون بها، أما وديان ولا منتزهات ولا حاجات ولا، والله العظيم ترى وعد بالله من الشيطان. أبشر والله بلبث بكرة كرامة من عيوني، يا تنخشوا عيوني. هاي ودعناكم الله.